أنا مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعين. أنا مسلم. تعالوا نتخيل سويا كده بسرعة شكل مدينة قرطبة سنة 350 هجرية، من 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة. مدينة قرطبة كان فيها 28 ضاحية، 28 حي. تخيل اتساع المدينة شكله إيه. كان فيها 13,000 دار، ولما نقول دار معناها فيلا، معناها جنينة، معناها فيلا أو بناء في وسط الحديقة، وحديقة واسعة حول الدار. كان فيها 500,000 مواطن. كانت المدينة الثانية على مستوى العالم في تعداد السكان اللي هي 500,000. المدينة الأولى كانت بغداد 3,000,000، الثانية قرطبة 500,000، الثالثة أشبيلية إسلامية برضه 400,000. أعظم مدن في العالم، أكثر مدن العالم كثافة وحضارة. كانوا بيسموا قرطبة جوهرة العالم. الناس اللي عايزة يعني تتفرج على شيء سواء مسلمين أو غير مسلمين يروح يتفرجوا على قرطبة، يروح يتفرجوا على مدينة الزهراء فرع من فروع قرطبة، حي من أحياء قرطبة، يتفرجوا على قنطرة قرطبة، على مسجد قرطبة، على مكتبة قرطبة، جامعة قرطبة. يعني سبحان الله فعلا شيء مبهر. الشوارع في قرطبة في ذلك العمق في التاريخ كانت مرصوفة، مرصوف بالحجر. تخيل الشوارع كانت مضاءة ليلا. في القرن 21 الآن في بعض المدن غير مضاءة أو بعض القرى غير مضاءة. مدينة قرطبة من 1000 سنة كانوا مضاءة ليلا، كان فيها أسواق متخصصة. يعني مش سوق المدينة كده جامع لكل شيء، لا، في سوق للسلاح، في سوق للذهب، في سوق للكتب، في سوق للزهور، حتى أسواق حاجات غريبة. أسواق الزهور النادرة لها سوق خاص، الحيوانات النادرة لها سوق خاص، كل شيء يعني عاملين له سوق للأوراق وأنواع الأوراق، سوق للصناعات الكيميائية، سوق للأدوية، سوق لكذا. سبحان الله فعلا أكثر المدن علوا في مجال الاقتصاد كانت قرطبة في ذلك الزمن. الجامعات العلمية كان فيها طبعا جامعة الجامعة الأموية وجامعة قرطبة من أعظم جامعات العالم، وكلنا عارفين الرسالة المشهورة التي أرسلها ملك إنجلترا إلى احد يعني حكام المسلمين هشام بن عبد الرحمن الثاني في الاندلس، ويرجوه في هذه الرساله ان يعلم ابنته مجموعه من علماء انجلترا العلوم في جامعه قرطبه، ومضى الرساله خادمكم المطيع ملك انجلترا. قرطبه كان فيها كم مستشفى؟ باريس عرفت المستشفيات بعد المستشفى الاسلامي الاول ب 900 سنه. بعد المستشفى الاسلامي الاول ب 200 سنه قرطبه كان فيها كم مستشفى؟ يعني قبل باريس ب 700 سنه كان فيها 50 مستشفى في مدينه واحده، كان فيها 3,000 مسجد. وتخيل حجم المدينه، شيء طبعا مبهر يا اخواني. دي مدينه قرطبه سنه 350 هجريه. تعالوا نبص على مدينه فاس سنه 600 هجريه. مدينة فاس كانت من المدن الصناعية الأولى في العالم. مدينة فاس كان فيها أكثر من 3,000 مصنع لنسج الثياب. بالظبط 3,064. كان فيها 47 مصنع للصابون، 86 مصنع لدبغ الجلود، 116 دار للصباغة، 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس، 11 مصنع للزجاج، 135 مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاء، 400 مصنع للورق، 188 مصنع للفخار، كان فيها 200 مكتبة لبيع الكتب سنة 600 هجرية. يعني من أكثر من 800 سنة من دلوقتي. هذه مدينة فاس، وهذه أمثلة. ليست هذه حضارة المسلمين العلمية. احنا بس بنفتح صفحات بسيطة جدا 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 في حضارة المسلمين العلمية. الحضارة الإسلامية إخواني فعلا كانت حضارة تجمع بين علوم الشرع
وبين علوم الحياة. كانت حضارة تجمع بين بناء المصانع وبين بناء الإنسان، حضارة تجمع بين المادة والروح كما رأينا، حضارة تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، حضارة فعلا متميزة، حضارة فعلا مختلفة عن غيرها من الحضارات. يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي.